الإنسان اختيار. نقطع المسافات ونحاول الإشارة إلى من يعيش معنا على هذه الأرض أياً كان. من لا يرحم لا يرحم. جادت نفسي بمهمة وامتلأت روحي همة لننير أماكن جمة لننير أماكن جمة. حب إحسان حكمة فعلوا الخير ولو كلمة. حب إحسان حكمة فعلوا الخير ولو كلمة. ونرسم في وجوه بسمة على رشد نبي الرحمة. جادت نفسي بمهمة وامتلأت روحي همة. مهمتنا اليوم في قرية أبو ضعينة شرق، هذه القرية اللي تفتقد للماء الحلو، ومع وجود الماء المالح إلا أنهم أيضا يجدون صعوبة في إيصاله لمنازلهم. هذا الماء المالح اللي يتسبب ويتسبب في كثير من الأمراض. الله يعافينا وإياكم. دايرين نجرب الماي. الله يعينهم. طابور صبا. السلام عليكم أيها الضيوف الكرام، مرحب بكم في دارنا بمنطقة أبو ضعينة شرق. قال تعالى: واجعلنا من الماء كل شيء حي. والموية تعرفنا هي شريان الحياة بالنسبة للمواطن. نحن بالموية فقدنا أرواح، والآن في بعض المواطنين بتعاني معاناة ما عادية في الموية، لدرجة أصيب مننا الكثير من المواطنين بقرية أبو ضعينة شرق أصوب بأمراض الكلى، والآن في منهم من يغسل كلته، يعني في أرواح اتفقدت بسبب الموية المرة.
يا اخي الطلبه الواحد يشرب المويه دي ويسبع عشتين يقول لك يا اخي انا بشعر بجنبتي بتوجعني. لما نمشي المستشفى يقول لك يا اخي عندك حصاوي عندك حصاوي. والله انا دار اقول لك المواطن الساكن ابو ضعينة شرق بنسبه 90% بكون عنده حصاوي، لكن الناس ما جايبه خبر. نحن نتحرك ونمشي الحته اللي بنجيب منها المويه الحلوه، وهناك لحد ما تصل هنا المويه الحلوه في ناس بيستغلوا المواطنين بيبيعوا لهم البرميل ب 1000 جنيه، وفي اللي بيستغل المواطن بيبيعوا له ب 700 جنيه. المواطن المسكين ده ذو الدخل المحدود ده ما عنده حاجه خلاف ما يشرب المويه المره دي، بعد ذاك بتعزيه ما تعزيه هو رافي وكيله لله، وده الواقع اللي احنا عايشينه. إنها رحلة البحث عن الماء، رهق وتعب من أجل ماء الحياة. قوافلهم تجوب الأودية والصحارى، دواب منهكة وأجساد نحيلة، رحلة يجتمع فيها الصغار والكبار، ومنهم من اتخذها مهنة دائمة، يتدافعون للحصول على بضعة لترات ماء، والرابح من سقى لنفسه وأهله. وما بين مغيب الشمس وطلعتها يستعيد الناس هنا المشهد ذاته، وما بين غدو ورواح يتبخر كل شيء فتعود حليمة إلى قدمها. كم تغنى الشعراء والمادحين بالنيل ومياهه، مع أن البعض يشعر بالعطش على ضفافه. بالفكر والمساعدة نأمن لأخواننا في السودان ما يبلسم جراحهم ويروي ظمأهم. مهندس محمد من إدارة المشاريع في مكتب غطر الخيرية في السودان، حياك الله. الله يعافيك، منور يا أخي. الله يسلمك. شفنا طبعاً بعض المشاكل اللي يعانون منها الناس أهل المنطقة بالنسبة للمياه الحلوة. أنتم أيضاً لكم دور في هذا الموضوع، تحديداً في هذه المنطقة أيضاً. هناك جهد المفروض أن تقوم به مكتب غطر الخيرية هنا، إذا ممكن تكلمنا عنه. أنا في منطقة أبو ضغينة شرق، اللي هي في ولاية الخرطوم، في محلية مدرمان. المنطقة فيها معاناة كبيرة من موضوع الموية، بالذات الموية الصالحة للشرب. في موية موجودة لكن ملوحة بتاعتها عالية جدا جدا، سببت مشاكل كثيرة للمواطنين في المنطقة، سببت لهم عدد من الحالات بتاعت الفشل الكلوي، ويعني عدد كبير من الأسر هجرت من المنطقة بسبب مشكلة المياه. بالنسبة لنا كقطرة خيرية جينا زرنا المنطقة، وصلنا عدد من المواطنين في المكتب، قدموا الطلب بتاعهم، طلب الحوجة، ورونا الدراسة بتاعتهم. فجينا عملنا أسسمنت للمنطقة، شفنا التقييم الوضع الحاصل إنه المشكلة الحقيقية شنو، وعملنا دراسة في دراسة جيوفيزيائية اللي هي ورتنا إنه المنطقة أصلا فيها موية، في خزان جوفي موجود. الحل بالنسبة لنا المقترح إن شاء الله إنه قطر الخيرية حتتبنى إنها تحفر لهم بير توازي، ومعه إحنا بنسميها محطة متكاملة، يعني محطة مياه، إنتاج المياه. إنتاج المياه. طيب. فيها بير بإضافة إلى سهري، سهري ارتفاعه حوالي 6 أمتار، سهري كبير إحنا بنسميه 45 متر مكعب. إن شاء الله حتكون في القرية، في إن شاء الله تحل مساهمة كبيرة إن شاء الله تكون
في حل المشكله بتاعت القريه باذن الله. زين بالنسبه للمياه يمكن القريه المياه اللي فيها مالحه تمام، هل المياه اللي راح تتكفل بها قطر الخيريه راح تكون مياه مالحه ولا مياه حلوه؟ تمام، المشكله بتاعت الابار الموجوده في المنطقه انه هي ابار جوفيه لكن فيها مشكله بتاعت عزل. العزل بمعنى انه شنو، في مياه سطحيه ملوثه بتصل للخزان الجوفي لانه ما معمول عزل للمواسير الواصله تحت في الارض. احنا من جانبنا ان شاء الله التقييم بتاعنا انه حيتعمل بير التوازي بمواصفات خاصه، يتم عمل عزل كامل للمياه بحيث انها تكون المياه اللي تصلهم مياه حلوه، المياه حلوه للشرب. تمام، المده كم؟ يعني هذول الناس اللي ينتظرون يبون يعرفون كم المده اللي ممكن انها تكون جاهزه بالنسبه لهم، يعني بحيث انهم يقدرون يشربون منها. تمام، احنا ان شاء الله نوعدهم انه خلال شهر شهر ونص احنا حنكون بدينا في المشروع ان شاء الله. مده التنفيذ ما بتاخذ اكثر من اسبوعين، ممكن تكون المحطه مكتمله ان شاء الله. طيب من خلال دراستكم للمشروع كم عدد المستفيدين منه تقريبا؟ المستفيدين من المشروع في منطقه ابو دغينة الشرق فقط حوالي 3500 بإذن الله. إن شاء الله شكرا جزيلا لكم، موفقين إن شاء الله. الله يعافيك، مشكور يا أبشروا إن شاء الله بالخير. الله يحفظكم، جادت نفسي بمهمة وامتلأت روحي همة لننير أماكن جمة، لننير أماكن جمة، حب إحسان حكمة، فعلوا الخير ولو كلمة، حب إحسان حكمة، فعلوا الخير ولو كلمة، ونرسم في وجوه بسمة على رشد نبي الرحمة. جادت نفسي بمهمة وامتلأت روحي همة.